أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في بورصتي بغداد وأربيل، وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سعر 147,850 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي، بعدما كانت قد توقفت أمس الاثنين عند سعر 147,900 دينار لكل 100 دولار أمريكي. أما في أربيل فقد شهدت أسعار الدولار انخفاضا أيضا، حيث بلغ سعر المبيع 147,900 دينار لكل 100 دولار أمريكي، والشراء بلغ 147,700 دينار لكل 100 دولار أمريكي. ارتفعت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي في الأسواق المحلية العراقية مسجلة رقما قياسيا جديدا، وسجل سعر بيع المثقال الواحد من عيار 21 من الذهب العراقي الخالص سعر مبيع وصل إلى 343,000 دينار للمبيع، وسعر شراء وصل إلى 339,000. وسجل المثقال الواحد من عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي سعر مبيع وصل إلى 373,000 دينار، وسعر شراء وصل إلى 369,000، بينما كانت أسعار الذهب قد سجلت يوم أمس الاثنين 371,000 دينار للمثقال الواحد. أكدت الجمارك الإيرانية ارتفاع صادراتها إلى العراق والمنطقة في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، وقالت مصلحة الجمارك الإيرانية أنها سجلت صادرات بقيمة 35 مليار و 100 مليون دولار أمريكي بين شهر آذار وكانون الأول الحاليين، حيث حلت الصين أولا بقيمة 10 مليارات و 200 مليون دولار أمريكي، تلاها العراق ثانيا بقيمة 6 مليارات و 800 مليون دولار أمريكي. قال رئيس مجلس إدارة كابيتال بنك الأردني بسام السالم إنه يسعى للتوسع في العراق والسعودية كذلك لتمويل التجارة بين هذه الدول. وقال السالم إن البنك يسعى إلى التوسع في العراق من خلال حصته البالغة 62% في البنك الأهلي العراقي، وهو بنك تجزئة تضاعفت أصوله تقريبا في غضون عام واحد إلى مليار ومائة مليون دولار أمريكي. وكانت جوردان كابيتال بنك قد أنهى في وقت سابق من هذا العام الاستحواذ أيضا على أعمال بنك عودة اللبناني في العراق والأردن في خطوة لتنويع وتوسيع عملياته الإقليمية. ارتفع النفط في معاملات الثلاثاء وسط توقعات بأن صيغة المتحور أوميكرون لن يكون لها سوى تأثير محدود على الطلب العالمي. ارتفع خام برنت 7 سنتات ليصل إلى 78.72 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس 22 سنتا ليصل إلى 75.79 دولار للبرميل، محققا مكسبا للجلسة الخامسة على التوالي. وصعدت أسعار النفط نحو 50% هذا العام مدعومة بتعافي خفض العرض والطلب من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفائها المعروفين باسم أوبك بلس. إلى اللقاء.